نروح بقى لجريدة الأخبار واللي بتتكلم على نيدفيد. نيدفيد بتقول لك نيدفيد ضحية أو ضحية من في الأهلي. فايلر يبحث عن طريقة أو طريقة أمان للتدريب. موضوع خلاص التدريب ده احنا اتكلمنا فيه، وفي برامج للاعبين في المنزل أكيد بيقوموا بيها خلال الفترة الحالية أو هيقوموا بيها خلال الأيام القليلة المقبلة. لكن فيما يتعلق بكريم نيدفيد وأن هو ضحية من في الأهلي، الراجل مش ضحية حد غير الطبيب اللي أجرى ليه الجراحة الأولى، وهم كمان هنا بيتكلموا على أن هو ضحية لأن هو احتمال مثلا يعتزل أو كلام من ده، والكلام ده غير حقيقي على الإطلاق. الدنيا ماشيه تمام بالنسبه لكريم نيدفيد، الكل طبعا هيحاول برضو خلال الفتره الحاليه، والناس كلها معذوره في الحقيقه لان مفيش اخبار رياضيه، فالكل هيحاول ان هو يجيب اي خبر يتكلم فيه، خصوصا مثلا اللعيبه اللي مثلا عليهم لغط زي كريم نيدفيد. مفيش لغط ولا حاجه، هو بس ممكن فتره كبيره مصاب عمليه واثنين وكلام من ده، فاثروا على عوده اللعب للتدريبات. لكن هو نصيب في الاول وفي الاخر، في اخطاء بس مش من النادي الاهلي، مش من مسؤولين النادي الاهلي، مش من اطباء النادي الاهلي. النادي قام بكل التزاماته مع كريم نيدفيد، اللاعب راح المانيا، حاجات بتحصل واحد في المليون ان العمليه تفشل، خطا بقى طبيب، نصيب، كلام من ده، ده بيبقى قدر من عند المولى عز وجل يعني. لكن في كل الاحوال اللي بيحصل انا الاهم بالنسبه لي دلوقتي ايه، كريم نيدفيد الامور ايه، عباره عن ايه، الامور ماشيه بشكل ممتاز، بيتعالج، عمل الجراحه من خلال 3 4 اسابيع فاتوا، هيرجع المانيا خلال الفتره الجايه عشان يتحط له برنامج يكون تمهيد ليه باذن الله للعوده للتدريبات مع الفريق، ومن ثم المشاركه في المباريات، وده هيبقى امر مهم. لكن هو مش ضحيه حد ولا حاجه، هو بس حظه سيء شويه مع الاصابه يعني.